السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. الان احنا كما عودناكم كل مره ندير لكم فيديو جديد. الان هنا في الطريق ديال سوق الحدريسلان تلاقيت بالسي الدحماني عبد القادر. الدحماني عبد القادر عنده منتوجات محليه تبارك الله طبيعيه. هذا الشيء هذا يعني هذا الشيء انت خدمته باليد ديالك يعني ديالك تبارك الله. شفنا اللوز، شفنا المرمز، الشيشه تبارك الله، وما نساوش الزيتون المحلي. سي عبد القادر تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. اعطينا المنتوجات دركي. هذا الشيء هذا شنو؟ هذا الزيتون مرقد ولا مشرط ولا شنو هذا؟ لا هذا غير مشرط. هذا مشرط. شحال دير القله؟ يدير 40 درهم. 40 درهم القله يعني تبارك الله. انت خدمتها على اليد يعني. واه تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. سي عبد القادر هو على الطريق نشوفوا اللوز عاود. اللوز واه كاين اللوز عاود تبارك الله. انتم تشوفوا شحال كيدير الكيلو هذا؟ هذا يدير 100 درهم. هذاك في الناله 80 درهم تبارك الله. وهنايا الشيشه ولا شنو هذا؟ الشيشه والزميطه تبارك الله. وما نساوش السلام عليكم، وما نساوش العسل. العسل واه العسل شحال كدير انا؟ العسل دير 18000 فرنك. 18000 الكيلو تبارك الله ما شاء الله. هذا الشيء طبيعي وبيو يعني ديال المحلي هذا تبارك الله. شكرا سي عبد القادر. شكرا الله يحفظك. بارك الله فيك. الله الخير ديال مولانا تبارك الله. هذا تبارك الله. ها ولدي العسل يا ولدي. زيت الزيتون عجيب تبارك الله. اللوز اللوز الدجاج البلدي تبارك الله. البنايه تبارك الله. شحال دير الحبه؟ 70 درهم تبارك الله. الدجاج البلدي ما شاء الله تبارك الله. تبارك الله. هذا 80 درهم تبارك الله. Thank you.